ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. لا أريد أن أذكر مدينة لكي لا أنسى أخرى، فكلكم ليبيون وكلكم على مبادئ ثورة 17 فبراير التي الحقيقة التي هضمت حقها وخذلت من كثير حتى من أنصارها في بداية الأمر، ولكن هذه الوقفة وهذا الموقف يرجع إن شاء الله الأمل إلى القلوب والطمأنينة في النفوس بأن ثورة 17 فبراير لن تضيع بإذن الله، لن تضيع بكم وبأمثالكم. وما هذه المواقف إلا تعبيرا عن لحمتنا وعن ائتلافنا وعلى أن ليبيا وحدة واحدة، وأن ثورة 17 فبراير لها جنودها ولها رجالها، ومنهم من اجتمعنا بسببه العميد الحاج صلاح بادي. هذا الرجل الحقيقة الذي لم نكرمه لشخصه ولا لماله ولا لمنصبه، ولكن لمواقفه الثابتة، ولأنه ظلم من خلال هذا القرار الجائر الذي سمعنا به، ودوله من دوله وجعلوه يعني على مستوى عالمي. ولكنك يا أخانا يا صلاح بادي لن نخذلك بإذن الله، لأنك نظن فيك أنك لن تخذل ليبيا، وهؤلاء الرجال الحقيقة ينبغي أن نقف معهم وأن نستشيرهم ويستشيروننا، وأن نأخذ بدفة وعجلة الثورة والحق ليصل الحق إلى أهله في ليبيا. بارك الله فيك يا شيخ محمود. والآن كلمة مدينة زليتن الأستاذ مفتاح بن حليم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل الكريم هذا تأييد للحاج صلاح بادي المعروف بمواقفه التاريخية والنضالية لأجل الشعب الليبي ولأجل الأحرار كاملا في ليبيا. لست أكثركم حديثا ولا أكثركم ثقافة ولا أعلاكم منزلة، ولكن بإذن الله تعالى سوف أحاول أن أوصل كلمات من شأنها أن تضع المعايير في نصابها، والكلمات تعطي حقيقتها. إن العقوبات التي يحاول مجلس الأمن وتحاول ما تسمى بالأمم المتحدة زورا وبهتانا، وهي المعروفة باسم عصبة الأمم أو المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، أن توقعها على شخصيات ليبية كثيرة وفي مقدمتها الحاج صلاح حفظه الله، وحفظ الله كل التائرين وكل العاملين من أجل ليبيا إن شاء الله منصورة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في هذا المضمار. أكثر من 60 قرار ضد مجلس الأمن تحت الفصل السابع ضد الكيان الصهيوني لم تطبق، عشرات القرارات ضد الدول العربية دائما تدخل في طور التطبيق، وإن لم تطبق مباشرة من قوات ما تسمى بالأمم المتحدة فإن تطبق من الاتحاد الأوروبي وغيره، ولكن هذا لم يثني عزيمة الرجال من أجل نصرتهم. ولهذا لو طبقت وأخذت مفعولها في الواقع لما خرج عندنا الأبطال ولا المناضلين ولا قامت حتى ثورة 17 فبراير ولا توجدنا هنا نحن جميعا مع بعض. فشكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله ربي يقدرنا أن احنا نوقف مع الحق وننصر رسالتنا وهي رسالة الإسلام ونبنو ليبيا. وحياكم الله من كل المدن في هذا الجمع الكريم. ندعو الله العلي القدير إن الله يتقبل منا جهدنا وقولنا وبدننا وسفرنا ومجيئنا لمصراته، ليس لمجرد النزهة ولكن لوقوف مع الحق ووقوف مع من بدلوا من أجل ليبيا وفي مقدمة الحاج صلاح. إن شاء الله ربي يحفظه ويحفظكم، وإن شاء الله يعني سائرين في طريق الحق وفي طريق النصر، وبالتأكيد وعد الله سبحانه وتعالى لنا وعد حق وهو النصر المبين. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأستاذ مفتاح. أما الآن مع كلمة مدينة صبراتة الأستاذ محمد الدباشي، فليتفضل مشكورا. صلاح يا أخي صلاح، أيها الرجل البطل، هذا الرجل المثال لثورة 17 فبراير. والله نحن لا نعبد البشر ولا نعبد الرجال، ولكن نقدر ونثمن جهود هؤلاء الرجال الأبطال ونعرف قدرهم ونقدرهم. أيها الأخوة،
إخواني أنا ندعو من هذا المكان لابد من تشكيل جسم لثوار ليبيا، لابد من تشكيل جسم لثوار ليبيا، لابد هذا الجسم حتى يكون أيها الإخوة حتى يكون نواة لثوار 17 فبراير، يكون نارا على من يعتدي ونورا لمن يهتدي. هذا الجسم لابد أن يشكل بتحت قيادات معينة من الثوار ليكون جاهز للرد على أي عدوان وعلى أي مدينة تخترق من الأزلام. بارك الله فيك يا أستاذ محمد على هذه المشاعر الطيبة الخالصة تجاه الوطن. الحمد لله جعل الله في يوم نرى فيه بلادنا تئن تحت الظلم وتحت الوصايا وفي طريقها إلى الاحتلال والتقسيم. جمعنا الحمد لله حتى نشهد هممنا ونقف في وجه كل من أراد بأهلنا وبلادنا السوء. جمعنا الله لم نجتمع جمعنا الله على الخير والبركة ولم نجتمع كغيرنا عن المصالح الشخصية أو جمعنا حزب أو جماعة أو عصبية أو جهوية، ولكن اجتمعنا اليوم على قلب رجل واحد كلنا جمعنا على محبة الوطن وعلى مواجهة التحديات التي تمر بها بلادنا. لن أتكلم على العقوبات أو ما قامت به بعض الدول سواء كان على شخصيات قبلي منها السيد الرئيس نوري بو سهمين ورئيس الوزراء خليفة الغويل وبعض الشخصيات الوطنية التي وقفت في وجوه الطامعين والذين جاءوا لبلادنا يبحثوا عن دمم رخيصة وصور تحقق لهم كرتونية تحقق لهم مصالحهم وتأمن لهم ما يخططون له من دمار لبلداننا وأهلنا. لن أتكلم كثير لأن هذا تشريف وفضل من الله سبحانه وتعالى إذا وقف العدو ونعتك بأمر هو الإخلاص والصدق والثبات على المبادئ ودفع الضرر عن أهلنا. لما الإنسان يقدم نفسه في سبيل الله ثم في سبيل الوطن ليدود عن أهله وعن وطنه وعن عرضه ثم يأتي العدو، هذا قليل ما كنا نتوقع منه. صلاح بادي لم يقدم شيء وقرانة بأبطالنا الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى الذين أوصلونا إلى أن في هذا اليوم يكون في ناس تتكلم بحرية وتشارك في كلمة تكون كلمة حرة يسمعها الأحرار. اليوم من أبطالنا الذين اختارهم الله رجال صدقوا ما عهد الله عليه قضوا نحبهم ورجال ينتظرون
ولم يبدلوا تبديلا، ثابتين على العهد، صادقين، لا يخافون في الله لومة لائم، يقفون في وجه الأعداء، يصدعون بكلمة الحق. منهم الآن من يقبعون في السجون، ومنهم الآن من في جراحه، ومنهم المبتورين الذين ضحوا بأطرافهم وجرحى. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء، وغيرهم مفقودين لا نعلم أماكنهم ولا مواقعهم ولا ما يحدث لهم اليوم. هؤلاء الأبطال تركوا لنا أمانة في أعناقنا بعد أن سطروا ملامح سجلها التاريخ وشهد لها الكثير من المنصفين، أمانة في أعناقنا. يجب أن نكون نحن من الله سبحانه وتعالى كتب لنا الحياة ونجانا من الحروب والمؤامرات، أن لا نخلع هذه الأمانة، وأن نلقيها أو نسلمها لأشخاص لا عهد لهم ولا ميثاق ولا هم لهم إلا أنفسهم أو أحزابهم أو أجنداتهم أو جماعاتهم أو جهوياتهم أو أي مصالح أو أجندات جاءوا من أجلها. لأن بلادنا تعج بالمتآمرين والخونة والعملاء أصحاب الدمم الرخيصة. الحمد لله نحن نجتمع الآن في مدينة قدمت خيار رجالها وزينة شبابها في سبيل الله أولا، ثم في سبيل أن تبقى ليبيا حرة، وأن يكون الليبي حر في أرضه، وأن يتنعم بخيرات التي وهبها الله سبحانه وتعالى له، يعيش كريم على أرضه مكرم منعم، يعبد الله لا يشرك به شيئا. غيرنا يجتمعون في فنادق تنصب فيها المزادات، مزادات النخاسة وبيع الأوطان ونقض العهود والمواثيق. غيرنا جروهم إلى أن يتخلوا على هذه التضحيات. منهم من كان معنا في بداية المشوار وتخلى عن هذه الطريق وتخلى عن رفاقه، وفقنا الله سبحانه وتعالى لقطع الطريق على مؤامراتهم. وأنتم تعلمون الحمد لله صلاح بادي ليس لوحده، ولكن معه رجال، هؤلاء الرجال القلة الصادقة المخلصة، ولكن بفضل الله كان لهم أثر وطيبة أثر بفضل الله وبركة، وأوقف الله بها كثير من مؤامراتهم وكثير من محاولاتهم لوأد هذه الثورة المباركة، والتي الآن 8 سنوات هي تصارع في المؤامرات والمكايد والمكر. هذه الثورة رفعت شعار اللي رفعته شعار، وهذا اللي قاعدين تبتين عليه نحن الآن، هو شعار أن تكون ليبيا حرة ذات سيادة، لا تخضع إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نرضى إلا بالرجال الصادقين هم من يتولوا الأمر ويكونوا أمناء على هذه البلاد، على أرواح أهلنا وعلى أعراضهم وعلى ترواتنا وعلى مستقبل أجيالنا. نحن نعمل يا جماعة الآن، نعمل لمن؟ نعمل لمستقبل أجيالنا.